يفيقوه في ثلاثة دليل. ممنوع لي يشدو في الشمس جالس في القينة باش يدير صلاة الجمعة. يدير له مسجد نديرو له نغطيو يدخل تما لداخل ويدير صلاة الجمعة ما عنديش مشكل. ولكن في الحرارة كتضرب فيه في خرزوزة كتضرب الحرارة هو جالس في تما كي باش يدير صلاة الجمعة. لا احنا يا ملي كنمشيو صلاة الجمعة كنجلسو كتبقى عامر كتجلس غير في الشارع هكا يعني كتكون عندك صعوبات وكي كتجي هكا.